ينضم معنا من مدينة غازي عنتاب تركيا سيد غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أستاذ غزوان، بداية مرحبا بك. النظام يهدد منطقة ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعملية عسكرية مرتقبة ويدعو إلى المغادرة، كيف تقرأ ما يجري؟ يعني بعتقد هي خطوة متوقعة. يعني ريف حمص الشمالي من الطبيعي أن يكون ضمن أولويات النظام العسكرية في المرحلة القادمة، لأن النظام بيسعى بالمقام الأول لتأمين الشريان الرئيس الرابط بين الشمال والجنوب، اللي هو الطريق الواصل بين دمشق وحلب، وبالتالي لن يسمح ولا يستطيع أن يتحمل وجود قوى مسلحة في تلك المناطق. يريد استكمال فرض سيطرته بعد أن فرض تلك السيطرة على الغوطة الشرقية والآن منطقة مخيم اليرموك ثم منطقة القلمون، وبالتالي يعني يسعى لإعادة استعادة كل الأراضي تقريبا اللي فقد سيطرته عليها في عام 2012. يعني هي خطوة متوقعة، ويعني لن يكون هناك ما يمنع النظام من تنفيذ هذا العمل. ولكن هناك مفاوضات يعني ما بين المعارضة المسلحة مع روسيا، ما فائدتها إذن؟ يعني بكل أسف القوى المسلحة تدير المفاوضات بعقلية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، يعني طالما كانت راكنة إلى أن تكون حاكمة لمواقع جغرافية وإمارات هنا وهناك طوال تلك السنوات، لم تنشئ كيان عسكري واحد قادر على مقاراة النظام. الآن تدفع الثمن، الآن الجميع يدفع الثمن. المشكلة أن المدنيين هم فارق العملة في هذا الموضوع، هم يدفعون الثمن مرتين، مرة على يد النظام ومرة في المتاجرة بهم من قبل القوى المسلحة الموجودة على الأرض. روسيا تحولت إلى ضامن لتهجير السوريين إلى إدلب والشمال وإفراغ مناطق سورية من أهلها الأصليين، إلى أين تتجه البلاد؟ يعني الحقيقة ليست روسيا وحدها، يعني المجتمع الدولي بأسره وفي المقدمة منها الولايات المتحدة التي تخلت أيضا عن مسؤولياتها. يعني الفراغ دائما يبحث عن من يملأه. الفراغ في سوريا منذ بداية الصراع دفع بروسيا الاتحادية للتدخل نصرة للنظام الذي كاد يتهاوى، وبالتالي تريد روسيا الآن من خلال إعادة تأهيل النظام إلى تفعيل دور حقيقي لا ضمن هذا ضمن تلك المنطقة وذاك الإقليم. يعني روسيا تسعى لفرض دور على المستوى الدولي واستثمار وجودها في سوريا في هذا السياق. يعني بالمقابل، كيف تقرأ موقف أمريكا من اجتماع مجموعة الدول السبع التي قال وزير خارجيتها مايك بومبيو إن على روسيا أن تكون شريكا إيجابيا في سوريا وإلا ستحاسب؟ ألا يعتبر هذا يعني ربما تراجعا من قبلها؟ لا أعتقد. يعني ما هو وجه الحساب الذي يمكن أن يحاسب فيه المجتمع الدولي روسيا مثلا؟ هل يمكن مساءلته عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها الطيران الروسي بحق المدنيين السوريين والأعيان المحمية والمدارس وغيرها؟ لا يستطيع. إذن هم يفكرون بعقوبات، ولكن هذه العقوبات الاقتصادية ليس مبعث وسبب الرئيسي هو موقف روسيا في سوريا. موقف روسيا في سوريا ليس يعني بالشيء الوازن في معادلة الصراع الدولي القائم الآن بين الولايات المتحدة وروسيا، طبعا الولايات المتحدة إلى جانب تلك الدول المذكورة. يعني مع هذا كله، يعني هون حديث ماكرون عن مع ضرورة استمرار القوات الأمريكية في سوريا والحلف معها أو التحالف معها، ألا يمكن أن يحدث ربما تحولا ما لمواجهة إيران؟ يعني أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة يعني تخلت عن العراق سابقا لمصلحة إيران، وتركت لإيران الفرصة أن تضع يدها على سوريا ولبنان. يعني أزعم
وما زال هذا هو موقفي وتقديري، أن المقاولة السورية أيضا رست على إيران، ولا مانع لدى الولايات المتحدة من حفظ المصالح الإيرانية والتوسع الإيراني في سوريا، طالما هذا المجال الحيوي الإيراني لا يضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية. إن وجدت الصيغة التي تحفظ بموجبها يعني أمن إسرائيل ودور حيوي للمصالح الأمريكية، فلا مشكلة لدى الولايات المتحدة أن تكون سوريا تحت القبضة الإيرانية. لماذا برأيك يعني روسيا أوقفت حديثها عن دستور جديد للسوريين؟ يعني بالتأكيد روسيا واحدة من صناع الحل في سوريا، لا يمكن صناعة حل حقيقة دون روسيا. بالتأكيد لا نريد أن تستفرد روسيا في صناعة هذا الحل، نريد أن يكون هناك دور أمريكي ودور إقليمي لتركيا مثلا ولمجموعة الدول الأوروبية، لكن هذا لا يلغي أنه روسيا هي دولة موجودة الآن على الأرض، كرست لنفسها دور فاعل وقوي داخل المعادلة السورية والإقليمية، وتريد وتسعى أن تسمير هذا الدور على المستوى الدولي، وبالتالي من الطبيعي أن تكون هي واحدة من القوى اللي بتعين عليها وبيوقع عليها شكرا، عبء صناعة الحل في سوريا. نشكرك شكرا جزيلا. من غازي عنتاب تركيا، سيد غزوان قرنفول، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار.